سنة 2015 صارت شائعة إن القطار المحمل بكنوز الرايخ الثالث موجود في بولندا. القطار اللي بيقال إن المسؤولين الألمان حملوه بكل ما غلى ثمنه وخف وزنه وأخفوه قرب نهاية الحرب العالمية الثانية. بولندا أصابها الجنون، الناس سابت أشغالها وخرجت تبحث عن الكنز الضائع. تخيل قطار كامل بيحمل 300 طن من سبائك الذهب الخالص وآلاف التحف الفنية اللي تقدر بمليارات الدولارات وكمية هائلة من الوثائق السرية التي لا تقدر بتمن، ومعاهم تحفة فنية أسطورية هي غرفة الكهرمان. أهلا بحضراتكم، أنا اسمي إبراهيم الجرحي، وفي حلقة النهاردة هجاوب على السؤال اللي حير الدنيا كلها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية: أين ذهبت كنوز الرايخ الثالث؟ فين 300 طن ذهب؟ وفين غرفة الكهرمان؟ وفين اللوحات والتحف والوثائق؟ وفين القطار اللي كان شايل ده كله؟ قد يبدو لحضرتك إن الموضوع خيالي، كنز إيه وتخريف إيه؟ معقولة دولة بحجم ألمانيا النازية تجمع ذهب وثروات فنية في قطار وتحاول تخفيه؟ دي حاجة بالعافية تنفع لرواية أطفال. بس الحقيقة إن في شيء من المنطق لازم يدعوك للاهتمام، خصوصاً لو فكرت إن ألمانيا عملت كده قرب نهاية الحرب. فكر فيها على إنها مناورة للعودة، دولة في حالة ضعف أو تحت هجوم شديد والهزيمة تقترب من كل جانب. احتمال كبير الدولة دي تبقى عندها خطة لإعادة إحيائها في حالة هزيمتها وسقوطها، يمكن يوماً ما تقدر ترجع قوية. احتمال كبير يبقى عندها مناورة. الاختفاء والعودة للظهور من أشهر طرق المناورة، وأثناء معاودة الظهور لازم تبقى عندك موارد تقدر تعيد بيها إنتاج نفسك، والموارد دي تتنوع حسب الظروف. والأكيد إن الذهب عنصر لا يتغير مع مرور الزمن ومع تغير الظروف. ثروة ضخمة من الذهب تناسب جدا مناورة من هذا النوع. في بولندا وفي 2015 اندلعت حمى البحث عن قطار الكنز الألماني، واللي سخن الدنيا زيادة هي تصريحات بعض المسؤولين الكبار في الدولة البولندية واللي اتكلموا فيها عن يقينهم من وجود قطار فيه 300 طن ذهب وأعمال فنية مسروقة وغرفة الكهرمان. ايه بقى قصة غرفة الكهرمان دي؟ هقولك، بس اسمح لي اولا ارحب بالحرس القديم من المشتركين، ولو حضرتك اول مرة تشوفني بدعوك للاشتراك في القناة وتفعيل علامة الجرس علشان توصلك الحلقات الجديدة لحظة نشرها. غرفة الكهرمان عبارة عن غرفة مزينة بألواح من الكهرمان والمرايا وأوراق الذهب كانت موجودة في المقر الصيفي لقيصر روسيا المعروف باسم قصر كاترين بالقرب من سان بطرسبرغ. الغرفة دي كان بيطلق عليها لقب العجيبة الثامنة، عجائب الدنيا السبعة دي كانت التامنة، بس هي في الأساس ما كانتش معمولة علشان تبقى في روسيا. غرفة الكهرمان صممت سنة 1701 علشان تبقى جزء من قصر في مدينة برلين، ومصممها هو النحات الألماني أندرياس شلوتر. الغرفة فضلت في مكانها لحد ما في عام 1717 أهداها الملك البروسي فريدريك فيلهلم الأول لحليفه القيصر الروسي بطرس العظيم، وبعد التجديدات مساحتها بقت 55 متر مربع وبقت بتحتوي على 6 أطنان من الكهرمان. بجانب قيمتها الفنية والتاريخية هي تقدر بأسعار النهاردة بما لا يقل عن 500 مليون دولار. أثناء الحرب استولت مجموعة جيوش الشمال الألمانية على الغرفة وفككتها، واختفت غرفة الكهرمان ومحتوياتها في السراديب السفلية لقلعة كونيغسبرغ. وفي أغسطس 1944 قوات التحالف دمرت القلعة تماما، ودي النقطة اللي اختفت فيها الغرفة ومحتوياتها من الوجود، محدش يعرف راحت فين. لكن الجماعة اللي بيدوروا على الكنز النازي مقتنعين ومتأكدين إن مقتنيات غرفة الكهرمان موجودة في قطار الكنز هي كمان، بس ليه الألمان يستولوا على حاجة زي دي؟ الحقيقة الألمان كان عندهم شغف عجيب في الاستيلاء على الفنون اللي قدروا يحطوا ايديهم عليها في أوروبا المحتلة، سواء القطع الفنية اللي كانت في متاحف أو في أيدي تجار التحف الفنية.
ونظام هتلر كان فيه رجل شديد الشراهة في اقتناء التحف واللوحات وغيرها من القطع الفنية، هو نائب الفيورر ومارشال الرايخ هيرمان جورينج. منزله ومقراته كانت أقرب إلى المتاحف من كتر ما فيها من فنون ولوحات وتحف. في نهاية الحرب القوات الأمريكية استولت على قطار ألماني كان مليء بالأثار الفنية، وده كان جزء صغير من غنائم هيرمان جورينج وفتفوتة مما تحصل عليه الألمان في العموم على مدار الحرب. الخبراء الأمريكان عملوا بحث شامل عن الفن المنهوب، ولقوا إن 4 ملايين قطعة من أصل 5 مليون قطعة كانت مسروقة من أصحابها، وإن قيمتها المادية أضخم من أن تقدر بثمن، وكتير منها لم يعثر عليه حتى اليوم. وطبعاً غرفة الكهرمان من ضمن هذه الكنوز الفنية الضائعة. الأمريكان دوروا بشكل منهجي على الثروات الألمانية المخفية، الكنوز إن صح التعبير، اللي بعضها أخفاها الجيش وبعضها أخفتها قوات الاس اس، وبالفعل لقوا كميات كبيرة جدا من الثروات دي زي صناديق الذهب المخبأة في الحقول أو في البيوت القديمة. في سنة 1945 استولى الجيش الأمريكي على قطار تابع للاس اس كان محمل بأكثر من 50 صندوق من الذهب والإلماس وأكثر من 1550 صندوق من الفضة وكمية هائلة من الأموال السائلة وكميات من اللوحات الفنية النادرة، والقطار ده كان في طريقه إلى النمسا. جزء كبير من الكنز ده اختفى بعد ما الأمريكان لقوه. طيب إذا كان في قطار فيه كنز والأمريكان لقوه وبعدين سرقوه، إيه قصة القطار بتاع بولندا ده؟ طبقاً للقصة الرائجة واللي بتستدل ببعض شهود العيان، وده طبعاً لا يعتبر دليل كافي، إنه في الأشهر الأخيرة من الحرب العالمية الثانية غادر قطار مدرع تابع للحكومة النازية محمل بالذهب والكنوز الأخرى محطة بريسلاو في بولندا. بعدها وصل القطار إلى محطة فرايبورغ، بس ما وصلش للمحطة التالية واللي كان من المقرر إنها تبقى محطة فولدنبرغ. بعد نهاية الحرب ولما كانت بولندا تحت السيطرة الشيوعية جرت عمليات بحث واسعة عن القطار، بس محدش وصل للنتيجة. أنا تصوري الشخصي إن الروس لقوا حاجات تخص ألمانيا واستولوا عليها، ومش بس الروس، كل الجيوش اللي احتلت ألمانيا أو استردت أراضي كانت ألمانيا محتلاها استغلت الموقف واستولت على ممتلكات ألمانية أو مسروقات ألمانية. دي غنائم حرب، ودي تصرفات بتحصل في كل الحروب. أنا وجهة نظري إن الحلفاء هم المتهمين الأوائل في هذه السرقة. أنتوا بقى إيه رأي حضراتكم؟ قولوا لي رأيكم في التعليقات، مستنيها. وصلنا لحد أغسطس 2015 لما بدأت تنتشر في الأخبار قصة رجلين غير معروفين، واحد بولندي اسمه بيوتر كوبير والتاني ألماني اسمه أندرياس ريختر، والاتنين كانوا بيمتلكوا شركة للتنقيب وحفر المناجم. الاتنين ظهروا أمام وسائل الإعلام وكانوا بيتكلموا بيقين كامل إن عندهم معلومات مؤكدة عن مكان قطار الذهب، بس ما قالوش إيه مصدر معلوماتهم. وسائل الإعلام كانت بتردد قصة إنهم حصلوا على اعتراف من مسؤول بارز وهو على فراش الموت وقال لهم على مكان الذهب المدفون. كوبير وريختر كلفوا عدد من المحامين بالتفاوض سراً مع الحكومة البولندية على أساس إنهم يحصلوا على 10% من قيمة الكنز مقابل إنهم يقدموا المعلومات التي تقود إلى الوصول إليه. الشابين دول كان عندهم نظام هندسي للكشف عن الأنفاق تحت الأرض زي الرادار كده، بيبعت إشارات ويرجع يتلقاها تاني بجهاز استقبال وبعدين يرسمها باستخدام نظام ثلاثي الأبعاد علشان يطلع صورة لما تحت الأرض. كوبير وريختر حددوا موقع القطار بدقة بعد الاتفاق مع الحكومة البولندية. وياريت الموضوع وقف على كده، في باحثة اسمها كريستال فولكن استخدمت إشارات الأقمار الصناعية واكتشفت إن في نفق في المنطقة اللي بيعتقد إن القطار اختفى فيها، والنفق ده مربوط بمكان شديد الأهمية هو قلعة كسياز في بولندا اللي كانت مقر للقيادة الإقليمية الألمانية في سنة 1943. تحت القلعة ولمسافة 50 متر على الأقل في متاهة من الممرات والغرف، وفي الدور الثاني تحت الأرض في شبكة من الأنفاق
كانت مهمتها توفير الدعم اللوجستي لمركز القيادة اللي كان المفروض أنه يستضيف أدولف هتلر شخصياً. بعض الأنفاق مقفولة بالأنقاض والحطام. الألمان كانوا شغالين في بناء الأنفاق حتى آخر لحظة في الحرب، بس لما وصل الجيش الأحمر وعلشان القوات الألمانية تعطل تقدمهم كان لازم يقفلوا بعض الأنفاق بالأنقاض والحطام. قطار هتلر الخاص كان واحدة من أهم القطع في نظامه، خاصة أثناء الحرب. القطار كان مصمم بشكل خاص يسمح له بالتنقل بين نقاط القيادة الموزعة في عموم أوروبا، وهتلر استخدمه كتير بين عامي 1939 و1940 علشان يبقى قريب من الجبهة طول الوقت ويجاري الأحداث ويبقى مطلع على المستجدات. وحتى في برلين القطار كان لازم يبقى مؤمن وجاهز للتحرك في أي وقت. قطار هتلر تم تفجيره في زيلانزي في النمسا في مايو 1945، وبعض عرباته استخدمت بعد كده، بس القاطرة نفسها وأهم عربات القطار اختفت تماماً في زيلانزي. بيوتر كوبير وأندرياس ريختر قالوا إن تقنية الرادار بتاعتهم حددت مكان قطار ما، وإنه قطار مدرع ألماني من النوع اللي كان بيستخدم في دوريات خطوط السكك الحديدية أثناء الحرب، وبعض القطارات دي ما زال مفقود لحد النهاردة. وقالوا إن أحد القادة الألمان طلب القطار ده تحديداً قبل حصار الجيش الأحمر لبريسلاو علشان يدافع عن خط السكة الحديد. ممكن يبقى واحد من السيناريوهات إن القطار المدرع استخدم في حماية أو في نقل الذهب أو أي مقتنيات ثمينة تانية. والسيناريو ده بيفترض إن القطار المدرع اللي بيتكلم عنه كوبير وريختر يبقى اتحرك من مساره الأساسي لمسار فرعي ودخل نفق ما، وبعدين تم تفجير النفق لإخفاء القطار. هنا بقى لازم نسأل سؤال منطقي جدا، هما الناس اللي عملوا كل الكلام ده راحوا فين؟ اللي نقلوا الذهب والتحف وعملوا الأنفاق وفجروها وكل الكلام ده، الناس دي راحت فين؟ حاجة زي كده بيشارك فيها ضباط وضباط صف وجنود والناس اللي بتشغل القطار ولمة كبيرة قوي، كل الناس دول اختفوا تماما ومحدش منهم واحد بس ظهر ولا اتكلم. 70 سنة وأكتر محدش طلع قال لي يا جماعة أنا عندي معلومة من أيام الحرب عن قطار فيه ثروة تقوم دولة. أنا بقول إحنا ننظم رحلة أنا وحضراتكم ونطلع كلنا على بولندا نحقق في الموضوع بنفسنا، إيه رأيكم؟ علشان الكلام من بعيد كده بصراحة في موضوع قطار الكنز ده غير لما نبقى في الموقع وندور بنفسنا، ولا إيه؟ المشكلة اللي هتقابلنا لما نروح بولندا إن القطار ده مش هو المجهول الوحيد، إحنا لحد دلوقتي ما نعرفش أصلاً الهدف من الأعمال الهندسية المعقدة اللي الألمان كانوا بيعملوها تحت الأرض. مفيش حاجة واضحة ولا حتى في إشارة إزاي كم الأعمال ده اتعمل في وقت قصير بالشكل ده، ده في حد ذاته لغز. الأنفاق دي بدأ العمل فيها سنة 1943، يعني في عز الضغط السوفيتي على الجيش الألماني. الحاجة الوحيدة اللي وصلتنا هي تقرير كتبه ألبرت شبير عن هذا الموضوع، وألبرت شبير كان مهندس هتلر المقرب وصديقه ووزير الأشغال الألماني، يعني المفترض إن هو ده الشخص اللي كان مسؤول عن الإنشاءات اللي من هذا النوع. ألبرت شبير في بداية عام 1944 قدم تقرير لهتلر قال فيه إنه استخدم 257 ألف متر مكعب من الخرسانة لردم 213 ألف متر مكعب من الأنفاق، ودي أرقام تفوق بمراحل المكتشف والمعروف حالياً. التقرير ده يضعنا أمام عدة احتمالات. الاحتمال الأول إن شبير كان بيبالغ في عرض أعماله على هتلر وقايل أرقام غير حقيقية. أنا شخصياً مش عاجبني الاحتمال ده. الاحتمال الثاني إن عدد من شبكات الأنفاق دي دمرت بمعرفة الروس أو الألمان. والاحتمال الثالث هو الأهم وهو الأقرب بالنسبة لي، إننا ما نعرفش أصلاً كل الأنفاق ولا الحجم الكامل للشبكات اللي عملها الألمان تحت الأرض. اللي يحيرك هو ليه الألمان كانوا بيعملوا الأنفاق بالشكل المعقد ده؟ محدش عارف، بس في تصور لتفسير هذا اللغز.
في نهاية يناير 1945 كان الجيش الأحمر بيستعد للهجوم على منطقة سيليزيا، وكان بيضيق الخناق على مدينة بريسلاو عاصمة سيليزيا. كان في خط سكة حديد ممتد من العاصمة ولحد المنطقة المعروفة الآن بالاسم الألماني فالدنبرغ، إلى جانب وجود أماكن تبدو منطقية تنفع يعني لإخفاء هيكل ضخم بحجم قطار. كان في كمان على بعد بضعة كيلومترات جنوب فالدنبرغ نفق خارج المدينة، والنفق ده مش بس كان يكفي لإخفاء قطار، ده كان أساساً مجهز كمأوى لقطار هتلر الخاص. جبال أول كانت متروسة بشبكة أنفاق عملاقة في إطار مشروع ريزة للمقرات الرئيسية لحكم الفيورر. كلمة ريزة بالألمانية معناها عملاق، وده كان الاسم الكودي لمشروع بناء تبنته ألمانيا بين عامي 1943 و 1945، وكان بيتألف من 7 طوابق تحت الأرض في جبال أول وقلعة كيسياز في سيليزيا السفلى. المشروع كان عبارة عن مجمع ضخم يضم عدد من الأنفاق والمخابئ والمرافق المخصصة لهتلر وموظفيه ورجاله والقادة من جميع أفرع قواته المسلحة. نتيجة لتزايد الغارات الجوية للحلفاء في السنوات الأخيرة للحرب، ولأن قدرة القوات الجوية الألمانية على مواجهة قاذفات الحلفاء كانت بتتراجع، كان في محاولات لنقل المصانع الألمانية لمواقع تحت الأرض في أنظمة الأنفاق اللي كانت مبنية. في النهار كانت القاذفات الأمريكية بتدمر الصناعات الألمانية بشكل منهجي، وبالليل كانت القاذفات البريطانية بتدمر المدن الكبرى في ألمانيا. في منتصف عام 1943 بدأ مشروع البناء الضخم، ونقلت مئات من شركات الأسلحة الألمانية إلى أنفاق ضخمة تحت الأرض مقاومة للقنابل. الأماكن دي تعتبر النهاردة آثار على مدى عظمة التشييد الألمانية. كان في مواقع ذات أولوية قصوى اللي هي مصانع بناء المقاتلات النفاثة والصواريخ بعيدة المدى، ومصانع بناء الأسلحة السرية الجديدة اللي كان مفترض إنها تقلب مجرى الحرب لصالح ألمانيا. إنتاج الصواريخ وتطويرها كان جزء من الإمبراطورية الهائلة اللي بيقودها هاينريك هيملر، إمبراطورية الإس إس. وكان في مخبأ حصين برضو مقاوم للقنابل مخصص لهيملر نفسه ولقادة الإس إس الكبار بالقرب من النمسا. بعد نهاية الحرب عرفنا إن مشروع نظام الأنفاق في جبال أول لم يكتمل، وبرضو حكاية إنها كانت بتتجهز علشان تبقى مصانع مسألة مش مؤكدة. الأنفاق المغلقة لمشروع ريزي لسه مليانة أسرار وألغاز. في وثيقة سرية تعود إلى الأيام الأخيرة للحرب بتقول إنه كان من المقرر تخزين أسلحة وذخيرة في مكان علشان يبقى نقطة إمداد وتحصين. هذا المكان يدعى مجمع أوسوفكا، وبالتالي من المحتمل إن ده يبقى هو المكان اللي كان متجه ليه القطار اللي شافه شهود العيان. بس ده ما كانش قطار ذهب، ده كان قطار حاجة تانية خالص. الحقيقة إن المكتشف من مجمع أوسوفكا أقل من نصفه، الباقي محدش يعرف إيه اللي مستخبي فيه وإيه اللي مستخبي تحته. عايزك تتخيل الأنفاق دي بشكلها الواقعي. إحنا مش بنتكلم عن أنفاق زي بتاعت الطرق بتاعتنا اللي نعرفها دلوقتي. بعض الأنفاق الألمانية ارتفاع سقفها مهول، فيها يعني مكان تختفي فيه حاجات ضخمة جدا مش بس قطار. تخيل إننا بنتكلم عن مدن تحت الأرض مش مجرد ممرات. المدن دي كان الهدف منها إنها تبقى ملجأ للعلماء الكيميائيين والفيزيائيين اللي المفروض يتوصلوا لأسرار صنع القنبلة الذرية. بعد استسلام ألمانيا السوفييت دوروا في المكان ده تحديداً على المنشآت ذات الصلة بالأبحاث الذرية الألمانية. العالم الفيزيائي السوفيتي جيورجي فلايروف أحد آباء القنبلة الذرية السوفيتية اعترف أثناء محادثات خاصة إن الاتحاد السوفيتي تلقى مساعدة مباشرة من علماء ألمان في المشروع النووي السوفيتي. بس إيه اللي لقى السوفييت في أوسوفكا بالظبط ما نعرفش. الأساسات والأعمال الخرسانية في المجمع شكلها ضخم ومهيب، واضح جدا الجهد الهندسي الكبير المعمول فيها، بس لحد دلوقتي محدش قدر يفسر أو يفهم طبيعة عملها. أول جنود سوفيت وصلوا المكان قالوا
إنه ممكن يبقى نموذج أولي لمحطة طاقة نووية، وفي احتمال إن القطار المفقود ما كانش يبقى شايل ثروة من الذهب والتحف بس، يمكن كمان كان شايل مواد نووية، يمكن كان محمل بأسلحة متطورة جدا. بس طالما الروس هم أول ناس وصلوا المكان، يبقى انسى تماما إنك توصل لمعلومة، لأن الروس كتومين جدا في موضوع المعلومات ده، وأي حد هيدور على وثائق الجيش الأحمر خصوصا فيما يتعلق بالحرب العالمية التانية ربنا يوفقه يعني، بس مش هيلاقي حاجة. مفيش أي تأكيد على نوع الأبحاث اللي جرت في المكان ده، ولا حتى إذا كان حصلت هنا أبحاث أصلا. يمكن كان في أدلة أول ما القوات السوفيتية وصلت، ويمكن صدروا واستولوا على اللي لقوه. دي حاجة هتفضل مثيرة للخيال حتى نهاية التاريخ، لغز حي ومستمر. وإحنا بصراحة مش ناقصين ألغاز، إحنا أصلا بنبحث عن لغز قطار الذهب. فين الذهب؟ فين الفلوس؟ وإيه علاقتها بالأنفاق والنووي والكلام اللي أنا قلته ده كله؟ في علاقة طبعا، أنا هقولك أهو. فاكر حضرتك الاتنين الباحثين اللي كلمتك عنهم في البداية، بيوتر كوبير وأندرياس ريختر، الاتنين بتوع المناجم اللي أثروا الموضوع أصلا؟ أهم دول بعد بحث وتنقيب، وبعد ما صرفوا الكثير من أموالهم الخاصة ومن أموال الحكومة البولندية، أعلنت السلطات في النهاية إنه مفيش دليل على وجود قطار الذهب الألماني خالص. تقولي ما كده بهولندا يبقى اتنصب عليها وفلوسها راحت؟ أقولك بولندا كسبت من ورا الموضوع ده، لأن النشاط السياحي ارتفع بنسبة 44% في الفترة دي نتيجة للإعلان عن البحث عن قطار الذهب. ما لقيناش قطار الذهب بس لقينا أرباح برضو. الأخ ريختر بقى زهق وسابه من حكاية البحث عن كنوز الرايخ، بس كوبير فضل مكمل. وفي يناير 2019 اكتشف كوبير مجموعة من اللوحات الجدارية الضخمة يرجع تاريخها للقرن 16 الميلادي، مخبأة وراء جدار من الجبس أثناء القيام بأعمال تجديد في قصر قديم في قرية ستروجا، والقرية دي قريبة جدا من فالدنبرغ. القطار نفسه بقى فين؟ لما نبقى نروح سوا نبقى ندور بمعرفتنا، يا إما نلاقيه يا إما نعمل رواج سياحي برضه في بولندا زي ما حصل في 2015، وإحنا أكتر من 650 ألف مشترك، هنبقى أكتر من 650 ألف سائح. الحلقة دي انتهت، ولم يبقى فيها غير الدعوة الدائمة باللايك والشير والتعليقات الكتير، لازم تعليقات كتير. الأسئلة اللي بسألها في الحلقة دي بحب أشوف إجاباتها وأتعرف على آرائكم. كل الشكر للمنتسبين في القناة على دعمهم الدائم، كل الشكر للناس اللي بيستخدموا خاصية الشكر أو ثانكس على دعمهم الفوري، كل الشكر لحضراتكم جميعا، واشوفكم الحلقة الجايه.